مشاهدينا الكرام داخل الوطن وخارج الوطن، مرحبا بكم من جديد في القناة مع أحبيب العقار، صاحب العروض والتخفيضات في مدينة النابور والنواحي. دائما الجديد في كل ما يتعلق بالعقار من منازل وشقق وأراضي. بسم الله على بركة الله، كما كنوعدكم ديما ما كاين غير الجديد في بلايص مختلفة في النابور. غادي تشاهدوا معايا اليوم على بركة الله واحد المنزل إيغ بلس أن محفظ، المساحة ديالو 100 متر، كيتواجد في واحد الموقع سكني كيمتاز بالهدوء والسكون جهة الجوطية، قريب من جميع المرافق الاجتماعية الضرورية. منزل رائع من جميع النواحي، لا من ناحية الصالة اللي تفصل منتهى الروعة، لا من ناحية جمالية الفينيسيون ولا التجهيزات المستعملة في المنزل. سراجم من الألمنيوم، الدروج من المارمو، بصمانو من الخشب الممتاز، بالإضافة إلى استعمل الجبس في جميع الغرف والدخلة ديال المنزل. كيتكون المنزل من 5 غرف، صالون زائد حمامين زائد مطبخ وباتيو. أهم ما كيميز هذا المنزل ونقدروا نصنفوه أنه تجاري، رغم أنه ما كيتواجد في موقع تجاري، إلا أن الشاري ديال هذا المنزل كيستافد من مبلغ شهري 2500 درهم مع زيادة 10% كل 3 سنين من السومة الكرائية على اللاقيت ديال الريزو اللي كاين في السطح. هادشي كلشي بحال اللي شاركتي في شي قرعة، يعني كتشري دار كتربح 2500 درهم كل شهر، بمعنى 3 مليون كل عام. اللي عنده شي استفسار اخر وبغى يعرف معلومات اكثر، ما عليه الا يتصل على الرقم 06 11 89 96 71 اللي غيبان لكم وغيظهر لكم على الشاشه. ما تبخلوش علينا بالدعم ديالكم، الله يجزيكم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.